حقق المنتخب المصري الفوز على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، وده في اللقاء اللي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025. سجل أهداف اللقاء لاعب محمود حسن تريزيجيه بواقع هدفين في الدقيقة 5 والدقيقة 29. أضاف الدولي محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56. أما في الدقيقة 93 أضاف اللاعب مصطفى فتحي الهدف الرابع خلال هذا اللقاء. لاعبو المنتخب المصري احتفلوا مع قائدهم الكابتن محمد صلاح بالوصول ل 100 مباراة دولية رفقة الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن، وده بعد تحقيق منتخب الفراعنة بفوزه على بوتسوانا. أما المنتخب المصري لكرة اليد للشباب مواليد 2004 فقد فازوا على المنتخب الغيني بنتيجة 56 مقابل 28، وده في تاني مباريات منتخب اليد للشباب في بطولة إفريقيا المقامة في تونس في الفترة من 9 وحتى 16 من شهر سبتمبر الجاري. منتخب الأردن فاز على منتخب فلسطين ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وده في المباراة اللي قيمت بينهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن منافسات الجولة الثانية للدورة الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. فاز أيضا منتخب السعودية على منتخب الصين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعتهم على ملعب استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. منتخب هولندا تعادل مع منتخب ألمانيا بنتيجة 2-2، وده في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب يوهان كريف أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية للمجموعة الثالثة. أما المنتخب الإنجليزي فقد حقق الفوز على منتخب فنلندا بهدفين مقابل لا شيء، وده في المباراة اللي أقيمت بينهما على استاد ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وبالنتيجة يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب فنلندا في المركز الأخير بلا رصيد يذكر من النقاط. الأسباني لامين يامال نجم فريق برشلونة توج بجائزة أفضل لاعب تحت سن 23 سنة في مسابقة الدوري الأسباني عن شهر أغسطس الماضي. وبكده تبقى خلصت نشرتنا الرياضية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع باسنت ومحمد. شكرا لك مصطفى.